لأول مرة الفنانة بلقيس تقوم بالغناء باللهجة المصرية العامية، وكمان مهرجان بنت الجيران على الطريقة الشعبية. تابعوا معنا التفاصيل ولا تنسوا إبداء رأيكم. تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة بلقيس وهي تغني أغنية بنت الجيران للمطربين الشعبيين حسن شاكوش وعمر كمال، وذلك خلال إحيائها أحد الأعراس في الإمارات. ولكن المفاجأة كانت غير متوقعة. المفاجأة الأولى إن بلقيس تغني باللهجة المصرية، تاني حاجة بتغني شعبي. رغم ان اغنية بنت الجيران لقت قبول ومشاهدة كبيرة في العالم كله، الا ان كتير من المصريين كانوا بيعترضوا على اغاني المهرجانات لانها بتدعو لشرب الخمور وبالاخص الحشيش. ده اللي خلاه الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين يقوم ويصدر قرار بمنع اغاني المهرجانات وخصوصا اغنيه بنت الجيران رغم نجاحها الكبير في العالم كله، حيث قام عدد كبير من النجوم بنشر فيديوهات لهم وهم يقومون بغناء مهرجان بنت الجيران، والبعض الاخر قام بالرقص عليها، بينما كتب اخرون منشورات صريحه تدافع عن اغاني المهرجانات وانها نوع من انواع الفنون، وقد بدوا اعجابهم بمهرجان بنت الجيران. لكن الجديد والغريب ان بلقيس هي اللي تقوم بغناء اغنيه بنت الجيران. بلقيس من مواليد 20 أكتوبر سنة 1988، مغنية يمنية مستقرة في الإمارات وكمان حاصلة على الجنسية الإماراتية، وهي ابنة المغني اليمني أحمد فتحي. تم عقد قران الفنانة بلقيس على لاعب كرة القدم السعودي نايف هزازي في أكتوبر عام 2012، إلا إن ارتباطهم لم يدوم حيث تم فسخ الخطوبة في فبراير 2013، وفي مايو 2016 تم عقد قرانها على رجل الأعمال السعودي سلطان بن عبد اللطيف، وتم زفافهم في 29 ديسمبر من العام ذاته، وفي صباح 12 مايو 2018 وضعت ابنها الأول تركي. في عام 2017 حصلت على جائزة أفضل مطربة عربية خليجية في جائزة المونيكس دور. الفنانة بلقيس لما قامت بالغناء على اللهجة المصرية وكمان بالطريقة الشعبية على طريقة حسن شاكوش وعمر كمال، كانت صدمة كبيرة جدا للجمهور الذي لم يكن يصدق أبدا أن الفنانة بلقيس تقوم بالغناء بهذه الطريقة.
لكن الفنانة بلقيس ردت على كثير من الانتقادات لها، وقالت إنها غنت مهرجان بنت الجيران بطريقتها وبأسلوبها، وإنها عندها ارتياح كتير بسبب إنها قامت بالغناء في أحد الأفراح بأغنية بنت الجيران. وبناء على إلحاح الكثير من المدعوين لها بالغناء لأغنية بنت الجيران.